السلام عليكم جميعا، يا رب الجميع يكون بخير وازيكم معصومة في البيت البسيط. والنهاردة بقى يا حبايب قلبي مش هنعمل طبخة خالص، بس هقولك كلمتين حلوين ومهمين جدا، اسمعيهم وتابعيني للآخر. هقولك على مجموعة فيتامينات وحاجات لازم 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 تاخديها بجد. انا من يعني انا كنت فترة كبيرة قوي مهملة في نفسي، بس الحمد لله بدأت اهتم بنفسي تاني واهتم بشكل تاني، والحمد لله يعني بفضل ربنا. ثم بصراحة انا يعني بجتهد وببحث واسأل ده ايه واشوف عنه حاجات لحد ما اعرف انه كويس، بجيبه وببدأ ان انا اخده، لانه بصراحة الحاجات دي يا جماعة كمان بتفرق للي هو عدى 40 بما فوق. الحاجات دي ضرورية جدا وهتفرق معاكي جدا في بشرتك، في صحتك، في شعرك. يعني انا بصراحه ما شاء الله من ساعه ما اخدته والحاجات دي بجد فرقت معايا كتير قوي في جلد بشرتي، ما بقاش خشن زي الاول، ولا لا 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 الحمد لله بقى في نعومه كده، كمان في التجاعيد بيقلل من التجاعيد الحمد لله. فرق معايا في سني، يعني اللي بيشوفني يقول لي لا ما شاء الله انت اصغر من سنك، قول لله رغم ان انا سني مش صغير، لكن الحمد لله كل ده بفضل ربنا وبفضل ان انا بحب دلوقتي اهتم بنفسي. فلازم تهتمي، لان معلش سامحوني ما حدش بينفع، انت صحتك هي دي مملكتك، طول ما انت بشرتك حلوه وصحتك حلوه هتبقى الدنيا زي الفل. ما تقوليش بقى اصل مش عارفه ابني وبنتي ولادي، لا 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 لا، سيبك من الكلام الفاضي ده كله، اهم حاجه صحتك وفيتاميناتك. واقوم بقى عشان ما نرغيش كتير، وهقول لكم على الفيتامينات المهمه اللي ما تستغنيش عنها ابدا. يعني انا عايزه اقول لكم ده مثلا اللي هو الميليجا، اهي ميليجا ادفانس الانجليش بتاعه اهو، اتفضلوا زي ما انتم شايفين العلبه دي يا جماعه. ميليجا ادفانس ده ضروري جدا للاعصاب، يعني الناس اللي بتغسل مواعين كتير وبتمسح وبتروق ومعرفش ايه، ده مهم جدا، ده بيحافظ على اعصاب ايديكي واعصاب رجليكي، ما يجيلكيش بقى الرعاش والهزازان والحاجه تقع من ايدك فجاه مع تقدم العمر والسن طبعا، لان احنا طبعا بنعمل مجهود في كتير جدا في المطبخ وفي بيتنا وفي حياتنا. فاهم حاجه يا جماعه الميليجا ادفانس ده مهم جدا جدا لالتهاب الاعصاب. وكمان بياخدوه اللي عنده سكر، انا عشان عندي سكر فانا باخده، بس ده مهم جدا كمان اللي ما عندوش سكر، لان دوت بيقوي اعصاب رجليكي، بيقوي اعصاب ايديكي صوابعك. لا بصراحه انا يعني الحمد لله بيفرق، بيفرق كتير جدا زي ما انتم شايفين بالطريقه ديت. تقولي له اديني ميليجا ادفانس، تمام، بتاخدي حبايه واحده بس بعد الفطار. اوميجا 3 العلبه بتاعته اهي اهي يا جماعه، الاوميجا 3 ده اهو، بصوا زي ما انتم شايفين كده، يعني ده لا غنى عنه بصراحه. في حاجات جميله جدا. بصوا يا جماعه، في زيت السمك كمان ملي جرام، يعني 1000، يعني كميه حلوه جدا. وطبعا اللي هو زيت جنين القمح، يعني حاجات مهمه جدا للاوميجا 3. ادي كده الحاجات اللي هي الفيتامينات والحاجات اللي هي موجوده فيه. حبوب دي الشريط ده، الاوميجا 3 ده يا جماعه حلو قوي قوي قوي، اولا للبشره، للتجاعيد، للشيخوخه، للشعر، يعني لدرجه ان احنا كمان ساعات بنحطه في قلب الوصفات بتاعت الكريمات والحاجات، يعني دوت لا غنى عنه. ده بردك حبايه انا باخدها بعد الفطار، ده لا غنى عنه. وعندي ده كمان يا جماعه، ده اسمه كاسترا 1000، هو كده، قولي للصيدلي كده اهي كاسترا 1000 اهو. ده عباره بردك عن مكملات غذائيه مفيده جدا، عباره عن زيت جنين القمح. العبوه دي انا جايباها 30 حبايه، يعني كل يوم حبايه، انا جايباها ب 24 جنيه بس. هنا في زيت جنين القمح، وهنا بردك في الاوميجا 3 بردك فيها زيت جنين القمح، فانا جبت الاثنين بصراحه. فانا ساعات بعمل ايه بقى، باخد ده شهر وده شهر، لان ده ب 24 جنيه، لكن دوت انا مش فاكره ساعتها كان اغلى شويه تقريبا حاجه و40. فانا بعمل ايه بقى، ساعات لما تكون الحاله يعني متيسره اجيب الاثنين، وساعات بقى لما تكون الحاله كده اجيب ده شهر واجيب ده شهر. ده اكسترا 1000،
وده الاوميجا 3 الاوميجا 3 بلس اهو. بس طبعا لا الغنى عن ده اكتر، وده بردك حلو قوي بيشكروا فيه بردك كسترا الف، بردك بيأثر على البشره وعلى الشعر. الحاجات اللي انا بقول لكم دي يا جماعه مفيده جدا لجسمك، وانت كمان هتحسي والله بفرق شديد جدا. التأمين الغذائي ده يا جماعه رهيب جدا، لحلو قوي للبشره وللشعر، وكمان بيديك حيويه ونشاط زي انتم شايفينه كده. لو ما لقيتوش فيتا ماكس بلس ممكن تجيبوا اللي هو سوبرا فيت. سوبرا فيت بردك من يعني من منتجات بتاعه فيتا ماكس بلس، فانا ما بستغناش ابدا ابدا عن دول خالص بعد الفطار، لان رحت جبت الكيس بتاعي وبدات اربع اربع. بس الحاجات دي والله والله يا جماعه فرقت كتير معايا بجد ما شاء الله يعني. تاني حاجه بس هو خلصان بقى والمستنيه لما الميزانيه تتحسن هروح اجيبه. ده عباره عن فيتامين بردك، فيتامين ه، ده فيتامين ه 400. ده حلو قوي اللي عندهم جفاف بشره. انا عندي البشره بتاعتي حساسه شويه، فلما بنزل الشمس لما بنزل اروح مشوار بالنهار برجع وشي ملهلب ومحمر، يعني حساس شويه. فانا رحت لدكتوره جلديه وكتبتهولي. دول يا جماعه بالنسبه للفيتامينات العامه، هي دي الفيتامينات اللي المفروض تكون موجوده عندك في الدرج، ما تستغنيش عنها الصبح، لازم بعد الفطار تاخدي منهم حبايه. هيأثر والله كتير في بشرتك وفي شعرك. انا بقول لك تاني بصي ما تستخسريش في نفسك، روحي وهاتي، محدش هينفعك خالص. لو انت بصحتك الناس كلها هتبقى معاكي كويس، لو مش بصحتك هتلاقي بقى ايه انت كبرتي، ايه انت عجزتي، ايه لا. فنصيحه مني اهتموا وهاتوا. تاني حاجه بقى دي لا دي بعيد عن الفيتامينات خالص، دي بس انا الصيدلي قالها لي فانا حبيت ان انا بردك اعرفها لكم. دي يعني اللي هو عنده سكر النوع الثاني زي كده، انا عندي السكر النوع الثاني اللي هو بياخد كلوفاج وسيدفاج. انا كنت بروح للصيدلي يعني وبشتري، بس الراجل ده بصراحه كويس جدا الصيدلي ده يعني بصراحه، اهو زي ما انتم شايفين العلبه دي. بصوا يا جماعه انا رايحه عشان انا اجيب الكلوفاج بتاعنا العادي، فقال لي انت لسه بتستخدميه؟ فقلت له اه، فقال لي لا ده دوت مع المدى يا جماعه بيأثر على الكبد وعلى الكلى، عشان كده احنا مطلوب مننا ان احنا كل فتره نعمل وظائف كبد وكلى عشان لما نشوف ده أثر عليه ولا لا السيدوفاج. فقال لي لا احنا دلوقتي مع التطور الحديث في الادويه، قال لي ده فيه سيدوفاج كلوفاج بس بنسب ان مع الوقت الطويل ما يأثرش على وظائف الكبد. قال لي انا ان هو يعني الصيدلي عنده نفس نوع السكر اللي هو الثاني، وقال لي انا ماشي عليه بقالي سنتين وكويس جدا، وقال لي لا 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 ارمي بقى السيدوفاج والكلوفاج. فانا بكلم الناس اللي عندها السكر نمره 2 اللي هو المرحله الثانيه جزاكم الله جميعا يعني. فراح اداني ده، هو غالي شويه بصراحه يعني، العلبه دي ثلاث شرايط ب 100 جنيه وفي صيدليه تبيعها مثلا ب 102 او 104، هو غالي شويه. الكلوفاج مثلا احنا كنا بنجيبه بحاجه و30 او حاجه و40. اسمه جيل بيتس بلس، جيل بيتس بلس اهو. حتى اساله كمان الصيدلي عشان هو بصراحه انا بثق فيه، قال لي لا ده هو التطور الحديث انك انت ما تاخدهوش الكلوفاج والسيتوفاج مع الوقت هيأثر على وظائف الكبد خلي بالك. فدي زي ما هو معلومه قالها لي وانا بقيت استخدمها، فقلت لا اقول لكم انتوا كمان وتعرفوا المعلومه دي، لان انتوا ممكن بردك يعني ما تعرفوهاش. فانا قلت لا افيدكم واقول لكم عشان تبقوا عارفين تجيبوه. معلش هو غالي شويه بس صحتكم اهم يا جماعه يعني. الحمد لله الحمد لله احنا كلنا يعني صارفين معاشاتنا وحاجتنا على الحاجات دي، لكن هنعمل ايه امر الله ما فيش يعني لا غنى عنها. فيا رب تستفادوا وتجيبوا الفيتامينات اللي انا بجيبها دي كلها. بصوا يا جماعه ما شاء الله يعني الحمد لله كل يوم انا بفطر وبعد ما افطر اروح واخده بقى ايه الحاجات دي تك 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 واشرب ميه
بس الحمد لله فرقت معايا كتير. دي مجموعات الفيتامينات بتاعتي اللي انا باخدها. ان تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعي. ما تنسونوش بالشير والاشتراك وتفعيل الجرس. السلام عليكم.